أرجو إظهار هذه القضية للجميع وإبداء النصيحة للزوج الذي يستحوذ على الراتب وممتلكات زوجته ولا يعطيها حق التصرف فيما تملك، ويبرر ذلك بأنه لا فرق بيننا وما دامت في عصمته لا يمكن أن يكون لها ممتلكات خاصة. نعم، أقول إن هذا المفهوم مفهوم خاطئ وليس بصواب، والمرأة تملك راتبها وما تحصله من كسب ملكا تاما، وليس للزوج فيه أي حق، بل عليه أن ينفق على زوجته ولو كانت أغنى منه بكثير، لأن هذا ملكها. ولهذا كان نساء الصحابة يتصدقن بدون أن يرجعوا إلى أزواجهم. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خطب الناس يوم العيد النساء فوعظهن وذكرهن وقال: يا معشر النساء تصدقن، فجعلن يتصدقن. تصدق المرأة بخرصها، وتصدق بسوارها وبخاتمها، دون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعن إلى الأزواج. وما يأخذه من زوجته بدون رضاها رضا حقيقيا فإنه سحت حرام عليه، وسوف تأخذه يوم القيامة من أعمال الصالح. ولكن قل لي، لو هددها الزوج وقال: إما أن تفرضيني من الراتب 50% وإلا طلقتك، فهنا تكون مضطرة إلى موافقة الزوج، ولكنه يأخذه بغير حق حتى لو تظاهرت بأنها موافقة. ما دام قد هددها بالطلاق فإنه آثم وظالم. حول نفس الموضوع، نصيحة للأزواج الذين لا يرحمون زوجاتهم من ناحية الأعباء المنزلية وتربية الأبناء، حتى أنهن من كثرة المشاكل والمسؤوليات لا يستطعن تغطيتها لوحدها، فتمر بأزمات نفسية ومشاكل صحية. هذا من جنس الذي قبله، لكنه أهون، لأن المرأة مسؤولة عن البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. لكن ينبغي للزوج أن يقتدي بأشرف البشر، وهو من؟ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد كان في مهنة أهله في البيت يساعد أهله على شؤون البيت، وهذا مما يخفف الأعباء على الزوجة ومما يوجب المودة بين الزوجين. لذلك أدعو الأزواج إلى مشاركة الزوجات في ما يتعلق بشؤون البيت. سؤال